السلام عليكم. النهاردة يا جماعة ان شاء الله توتوريال 6 هنتكلم على السويل سيتلمنت. انتوا اخدتوا في الليكتشر ان السويل لما بتتعرض لستريسز بيجي عليها لودز بيحصل لها سيتلمنت، السيتلمنت هبوط. واخدنا ان السيتلمنت ثلاث انواع، في عندي انيشال سيتلمنت اللي هو بيحصل اول ما ابتدي احط اللود على التربة على طول، تمام. بعد كده في البرايمري كونسوليديشن، ده نوع تاني من السيتلمنت بيحصل بس بياخد وقت طويل، ممكن يقعد بالسنين، تمام. وبعد كده في الاخر لما بيخلص البرايمري كونسوليديشن سيتلمنت بيبقى فيه النوع الاخير اللي هو السكندري كونسوليديشن سيتلمنت، تمام. التوتوريال النهارده هنحل فيه مسالتين. المساله الاولانيه ابلكيشن على الانيشال سيتلمنت اللي بيحصل اول ما بحط اللود على السويل بتاعتي. فاول مساله مدينا تانك، التانك ده الدايمتر بتاعه 35 متر، located at 2 meter below the surface of the soil. التانك ده النت بريشر بتاعه 105 كيلو نيوتن بير متر سكوير، ومديني شويه بروبرتيز للسويل بقى، يانجز مودولس وبوسون ريشيو وكونستنت. والمطلوب في المساله ان انا اطلع الانترميديت سيتلمنت اندر ذا سنتر اوف ذا تانك. يعني انا دلوقتي عندي التانك محطوط فوق السويل وعليه بريشر، والمطلوب مني ان انا احسب السيتلمنت اللي هيحصل بسبب البريشر بتاع التانك ده. ومطلوب مني هنا ان انا احسب الاميديت سيتلمنت اللي هو اول ما احط التانك او اول ما بيبتدي التربه تحس بالبريشر ده هيحصل هبوط قد ايه. الايكويشن اللي هنحسب بيها السيتلمنت هي الكيو في البي 1 ماينس ميو سكويرد على الاي تايمز الاي. الكونستانتس دي بقى ايه هي، او الايكويشن فيها ايه، او الكيو، اول حاجه الكيو اللي هو البريشر اللي هو بيعمله التانك على السويل، ماشي، 105 كيلو نيوتن بير متر سكوير. الاي اللي هو اليانجز مودولس بتاع السويل، طبعا ده بيختلف حسب نوع السويل، بيبقى موجود عندنا في الكود حسب كل نوع تربه اليانجز مودولس بتاعها بكام، فهو هنا جيفن في المساله 40 ميجا نيوتن بير متر سكوير، فعايز احوله لكيلو نيوتن بير متر سكوير فهضربه في 10 باور 3. بعد كده في الاي ده كونستنت، هو جيفن في المساله 0.45. واخر بارامتر اللي هو النيو اللي هو بوسون ريشيو بتاعه السويل، ودي برده بتختلف حسب نوع التربه وبرده موجود في الكود وجيفن هنا في المساله 0.5. كل هعمله ان انا هعوض في الايكويشن السيتلمنت الايميديت ايكوال الكيو 105 والبي 35، البي اللي هو الدايمتر بتاع التانك بتاعي، تمام، 1 ماينس الميو على الاي في الاي، هيطلع السيتلمنت 0.031 مترز اللي هو 31 مليمتر. طيب المساله الثانيه بقى هنبتدي ندخل على النوع الثاني من السيتلمنت اللي هو البرايمري كونسوليديشن سيتلمنت. المفروض ان انتوا اخدتوا في الليكتشر ان الكونسوليديشن ده عباره عن تجربه، تمام كده، بنعملها للسويل، بناخد سامبل من السويل، السامبل بتاعه السويل دي ببقى عارفه الكروس سكشن اريا بتاعتها بكام وبوزنها طبعا، تمام، وببقى عارفه البروبرتيز بتاعه السويل، يعني عارفه السبيسيفيك جرافيتي بتاعه السويل دي كام. باخد العينه بتاعه السويل دي احطها في الجهاز، تمام، وابتدي اعمل ابلاي عليها للبريشر لقيمه معينه من البريشر، زي مثلا زي ما مكتوب في الجدول هنا عندنا مثلا في المساله دي اول قيمه 25. العينه لما بحط عليها البريشر هيحصل لها ايه، هتنضغط، تمام. طيب وبالتالي لو هي العينه ليها ارتفاع معين، بعد ما بعمل ابلاينج للبريشر ده عليها الارتفاع بتاعها ده بيحصل له ايه، بيقل، ده طبيعي. بعد كده بسيب البريشر اللي انا حاطاه ده لمده 24 hours، تمام، وبعد كده ببتدي ازوده. يعني اول يوم حطينا بريشر 25، باجي عند تاني يوم ازود البريشر ده لايه، ل50، تمام، وبعد كده بعد ما يخلص اليوم ابتدي اقيس الارتفاع تاني بتاع العينه بتاعي اشوفه بقى كام. نيجي بعد كده على اليوم الثالث او مزود البريشر اخليه 100، وبعدين فهسيبه 24 ساعه تاني، فالعينه هتنضغط اكتر، واجي على اخر اليوم او مقيسه برضو الارتفاع بتاع العينه بعد الايه، بعد ما انضغطت هشوفه كام، تمام كده، بفضل ازود ازود ازود، تمام كده، لغايه ما اوصل لايه، لبريشر معين، وفي الاخر كل قيمه من البريشر دي قصادها بجيب ايه، بجيب الهايت بتاع العينه. طيب هو احنا اصلا بنعمل الكونسوليديشن تيست ده ليه؟ بنعمله علشان عايزين نطلع منه بروبرتيز مهمه عن الكلي، اهم واحده فيهم اللي هي البري كونسوليديشن بريشر اللي هي سيجما سي. طيب فدي كده التجربه باختصار، طبعا انتوا اخدتوها بالتفصيل في المحاضره، فارجعوا للمحاضره الاول قبل ما نبدا نحل المساله هنا مع بعض عشان تبقوا فاهمين بس الـ يعني الموضوع بيتكلم عن ايه.
طيب فهو في المسألة هنا مديني results من laboratory consolidation test في الجدول، مديني pressure وقدامه the total height of the specimen at end of consolidation بالمليمتر، وقايل فوق في المسألة ان ال initial height بتاع ال specimen دي 19 مليمتر، يعني ان اصلا العينة قبل ما ابتدي اختبرها اساسا كان ال height بتاعها 19 مليمتر، تمام، والماس بتاعها 95.2 والاريا بتاعتها 31.68 والكلي ده ليه specific gravity GS equal 2.68، ومطلوب مني ان انا ارسم ال E log سيجما واطلع ال pre consolidation pressure اللي هو سيجما C وال compression index CC، وبعدين هنشوف مطلوب في وفي الاخر مطلوب ال over consolidation ratio. طيب فخلينا نشوف اول مطلوب. الاول حاجة هو طالب مني ان انا ارسم ال E log سيجما، تمام، يعني عايز ارسم relationship ما بين ال stress وما بين ال voids ratio. طيب هو قبل ما نبتدي نشوف ازاي هنحل المسألة، هو طبيعي ان انا دلوقتي لما يكون عندي السامبل ابتدي اعمل apply للستريس عليها، تمام كده، او applying للبريشر على العينة. احنا اتفقنا ان هي العينة احنا داخلين بهايت 19 مليمتر، لما اعمل apply عليها للبريشر، تمام، واسيبها 24 ساعة، 19 دول مش هيبقوا 19، هيقلوا، تمام، هيبقوا كام؟ هيبقوا زي ما هو قايل لي هنا كده في الجدول، هيبقوا 17 point كام؟ 0.65 مليمتر. لما زود بعد كده هيبقى البريشر 50، واجي قيس تاني الهايت هلاقيه بقى 17.4، وهكذا الهايت هيفضل يقل معايا لغايه الايه، لغايه الاخر. طيب طبعا طبيعي ان انا لما بضغط العينه الهواء بيطلع منها، تمام كده، عشان كده ارتفاعها بيقل، والفويدز ريشيو طبعا بتاعها هو كمان ايه، بيقل، لان لما بتنضغط الفراغات بتقل، فطبيعي الفويدز ريشيو بتقل هي كمان. فانا عشان ارسم الكيرف اللي هو عايزه اللي هو الاي لوج سيجما ده، يبقى انا محتاجه يكون عندي السيجما، وهي اصلا اوريدي موجوده السيجما اللي هي البريشر بتاعي، تمام، ومحتاجه الحاجه الثانيه ان انا يبقى عندي الاي الفويدز ريشيو. يبقى عشان ارسم الجدول عايزه اطلع الاي اللي هي مش موجوده. طيب هنطلع الاي بقى ازاي؟ دلوقتي احنا عارفين ان الفويدز ريشيو ايكوال الفوليوم اوف فويدز على الفوليوم اوف سوليدز. طيب الفوليوم هو هايت في اريا، يعني ممكن اقول ان الفوليوم اوف فويدز هو الهايت اوف فويدز تايمز الاريا اوف فويدز، الكلام ده مقسوم على الفوليوم اوف سوليدز اللي هو الهايت اوف سوليدز تايمز الاريا اوف سوليدز. هو قايل لي طبعا في المساله ان انا عندي السامبل دي ليها كروس سكشن اريا معينه، خلاص هي كروس سكشن اريا ثابته، تمام، وبالتالي الاريا بتاعه الفويدز هي نفسها الاريا بتاعه السوليدز. انا بتكلم على كروس سكشن اريا، اريا هتروح مع الاريا، يعني ممكن اقول ان الفويدز ريشيو ايكوال الهايت اوف فويدز على الهايت اوف ايه، الهايت اوف سوليدز. طيب لو احنا متخيلين كده في الشكل اللي قدامنا كده، ان انا لو عندي السامبل ليها توتال هايت اتش، تمام، ولو تخيلت كده ان انا اقدر اجمع السوليدز لوحدها في ناحيه مثلا والفويدز كلها في ناحيه تانية، يبقى السوليدز هيبقى ليها هايت اسمه اتش اس، والفويدز هيبقى ليها هايت اسمه HV، تمام، اللي هو ال H total minus ال height of A ال height of solids، تمام كده. طيب يبقى أنا دلوقتي علشان أحسب الفويدز ريشيو محتاجة أطلع الاتنين دول اللي هما ال height of voids وال height of A وال height of solids. احنا اتفقنا دلوقتي ان أنا لما بضغط العينة اللي بيحصل ان الهواء اللي فيها بيخرج، تمام كده. طيب الفراغات اللي فيها بتقل، فطبيعي ان ال height of voids ده هيحصل له ايه، هيحصل له هيقل هو معايا. طبعا الفراغات دي فيها مية، يعني فيها مية وممكن تبقى فيها مية وفيها هواء، او لو العينة ساتوريتد هتبقى الفراغات دي مليانة مية، فلما بضغط العينة الهايت اوف فويدز، تمام كده، ايا كانت هي فيها ايه الفويدز دي، تمام كده، المية لما بتيجي تخرج من السامبل فالفويدز هيحصل لها ايه، العينة هتنضغط فالفويدز هتقل، وبالتالي الهايت اوف فويدز هو كمان هيقل. لكن الهايت اوف سوليدز ده ثابت، تمام كده، الحبيبات بتاعه التربه نفسها مش هيحصل لها حاجه، تمام كده، لما تيجي يحصل انضغاط الحبيبات مش هيحصل لها حاجه نفسها، فالهايت اوف سوليدز ده ثابت، تمام كده. احسبه بقى ازاي الهايت اوف سوليدز ده؟ الهايت اوف سوليدز ليه ايكويشن ممكن احسبه منها، اللي هو الماس اوف سوليدز على الاريا في الجي اس في الرو ووتر. طيب هو في المساله كان مديني الماس 95.2 على الاريا برضو جيفن 31.68 times the specific gravity 2.68 times 1، ال 1 اللي هو الرو ووتر اللي احنا هنا مستخدمين يونتس جرام وسنتيمتر، فالرو ووتر هتبقى 1 جرام بير سنتيمتر كيوب. يبقى كده اقدر احسب الايه، الهايت اوف سوليدز طلع لي 1.12 ايه سنتيمتر. طيب بعد ما جبت الهايت اوف سوليدز، يبقى انا دلوقتي هخش بقى هعمل التيبل اللي قدامنا ده. التيبل ده عباره عن في الستريسز في الاول دي اصلا جيفن، والهايت ده برضو جيفن، طبعا ده بيتقاس في التجربه، يعني بعد كل مره بيبقى احنا بنعمل التجربه بنقيس الهايت، هو جيفن عندنا هنا في المساله بس هو في التجربه بنقيسه بعد كل ايه، بعد كل ستريس بنحطه، تمام كده. والهايت اوف سوليدز طبعا ده ثابت معايا في كل المراحل ما بيتغيرش، اللي هيتغير هو مين، هو الهايت اوف فويدز،
فكل مرة هقول ان ال height of voids هو عبارة عن ال height ال total minus ال height of ايه ال height of solids، وهنلاقي ان هو بادي مثلا اول رقم 6.45، بعد كده هيبدأ ايه هيبدأ يقل كده. خلاص انا اقدر احسب بقى ال voids ratio ال E equal H voids على ال H solids، ويبقى عندي لكل قيمة للستريس قدامها قيمة لايه لل voids ratio. يبقى دي كده اول حاجة عملتها اللي هو الجدول علشان اقدر ارسم ال E log sigma اللي هو طالبها عندي في الايه في المسألة. طيب بعد ما عملنا الجدول بقى دلوقتي اقدر ارسم الكيرف. احنا عايزين نرسم الريليشن شيب ما بين الاي وما بين السيجما، دي بتترسم على سيمي لوج بيبر لان هو بنرسم الاي لوج سيجما، فباجي على الجزء اللي هو في السيمي لوج بيبر اللي هو اللوج سكيل بعمل بلوتنج للسيجما، والناحيه الثانيه في اتجاه راسي بعمل بلوتنج للاي اللي هو الفويدز ريشيو. تمام، هيطلع بعد كده النقط، هنحط النقط ونوصل بينهم. الشكل ده عادة بيطلع في الاول كده كيرف من فوق شوية، بعد كده الجزء الاخير من الخط بيبقى قرب الايه الستريت لاين. تمام، ده كده اول مطلوب. نمبر بي هو كان طالب بقى ان احنا نطلع البري كونسوليديشن بريشر. طبعا هو اصلا احنا بنعمل التجربة دي كلها وبنرسم الاي لوك سيجما علشان نطلع اول حاجة اللي هو السيجما سي البري كونسوليديشن بريشر. انتوا برضو اخدتوا في الليكتشر ان السيجما سي دي اللي هي البري كونسوليديشن بريشر ده عباره عن ايه، هو عباره عن اعلى ستريسز حست بيه التربه في حياتها كلها. تمام، ممكن تكون نوع التربه اوريدي جه عليها ستريسز عاليه قوي قبل كده، فهي اوريدي هتبقى اعلى ستريس ده حست بيه قبل كده، او ممكن تكون تربه لسه جديده هيبتدي يتعمل عليها منشآت جديده، فبتكون السيجما سي دي هي اوريدي لسه ما وصلتلهاش يعني. طيب نمبر ازاي بقى اطلع السيجما في سي؟ في كذا طريقه ان احنا نطلع بيها السيجما سي، اخدنا في المحاضره اللي هي الطريقه الكذا جراند ميثود. الطريقه دي فكرتها ان انا باجي بعد ما برسم الاي لوج سيجما كيرف ده بختار نقطه على الكيرف بتكون عندها اعلى سلوب للكيرف، ابقى ادور كده على نقطه بالنظر يعني فين النقطه اللي تقريبا عندها الكيرف بيميل بيبدا يميل قوي او اعلى سلوب. تمام، فمن عرسنا اللي قدامنا هنلاقي ان تقريبا نقطه ام هي النقطه اللي عندها اعلى سلوب، نقطه ام. تمام، طيب حددت النقطه هعمل ايه؟ هاجي من عند نقطه ام دي هاخد بالمسطره كده ارسم خط افقي هوريزونتال لاين. تمام، وبعدين من عند نفس النقطه هرسم تانجنت، خلاص تانجنت للكيرف عند نفس نقطه ام اللي هو التانجنت لاين. تمام، بقى عندي دلوقتي خطين هوريزونتال لاين والتانجنت لاين. بعد كده الخطين دول باجي انا بالمسطره برضو اقسمهم بالنص بالظبط، اعمل بايسكتور بينهم يعني اقسم الزاويه اللي بينهم نصين بالظبط. تمام، فبقى طلع لي خط تالت اللي هو اسمه الايه البايسكتور. حلو كده. طيب بعد كده اقوم واخده المسطره ورايحه على فين بقى؟ دلوقتي احنا اتفقنا من الاول ان انا لما برسم الاي لوج سيجما بيبقى الجزء الاولاني تقريبا كيرف، وبعدين في الاخر يعني عندنا مثلا اخر ثلاث نقط دول خلاص بقوا ايه ستريت لاين، خط مستقيم. فباجي بالمسطره من عند الستريت لاين ده احط المسطره عليه. تمام، وارسم الخط ده همده. تمام كده، همده على نفس الاستقامه بتاعته. تمام، لغايه فين؟ لغايه ما يقطع البايسكتور اللي انا رسمته من شويه. طيب لما اعمل الكلام ده هنلاقي ان قدامي على الرسمه هنا لما ارسم الستريت لاين لغايه ما اقطع البايسكتور هنلاقي خط لونه بينك شويه. تمام، هيقطع البايسكتور في نقطة اللي اسمها نقطة N اللي هي مرسومة بالبينك دي. تمام، يبقى نقطة N دي هي نقطة تقاطع البايسكتور مع الخط اللي انا رسماه من الستريت لاين على الكيرف. طيب بعد ما جبت نقطة N دي هنزل بقى بيها تحت كده، خلاص هو ده، وهقرأ القيمة اللي موجودة تحت. تمام، يبقى هي دي قيمة السيجما سي، او هو ده قيمة الاوفر كونسوليديشن بريشر اللي انا سوري البري كونسوليديشن بريشر اللي بدور عليه. تمام، ففي المساله دي هتطلع 47 كيلو نيوتن بير متر ايه بير متر سكوير. طيب ده كده المطلوب الثاني. المطلوب الثالث عايزين نطلع الكومبريشن اندكس. الكومبريشن اندكس اللي هو السي سي ده هو عباره عن ايه بقى؟ عباره عن ميل الخط المستقيم اللي هو في اخر الكيرف. زي ما تاني هقولها تاني او تالت بقى، احنا اتفقنا ان اول جزء من الكيرف هو بيبقى منحني، بعد كده بيبقوا خط، بيبقى خط في الاخر. فالسي سي هو ميل الخط ده. تمام، فعشان اجيب السي سي ميل الخط بختار اي نقطتين على الخط. تمام،
وبعدين بجيب النقطتين دول، ادخل اجيب ال E1 وال E2 اللي قدامهم. انا مثلا زي هنا اخترت النقطتين اللي هم فين، اللي هم عند سيجما من تحت ب100 وب200، تمام. فطلعت خط رأسي من عند ال100 تحت وخط رأس تاني من عند ال200، يبقى دي سيجما 1 وسيجما 2، تمام. سيجما 1 لما اطلع بيها من تحت هتقطع الكيرف او هخبط في الكيرف، ادخل شمال اجيب E1. نفس الكلام هنا عند سيجما 2 اللي هي ب200، هطلع بخط رأسي لغاية ما اقطع اوصل للكيرف بتاعي، وبعدين ادخل شمال برضو اجيب مين، هجيب E2. يبقى بجيب السلوب بتاع الخط، تمام. واقول ان السي سي في الايكويشن ايكوال E1 ماينس E2 على لوج سيجما 2 على سيجما 1، وهعوض واجيب ايه السلوب اللي هو هيطلع هنا 0.133. المطلوب الرابع بقى والاخير طالب الاوفر كونسوليديشن ريشيو او سي ار، ومدينا جيفن هنا في الجزء ده في السؤال ان الاوفر بيردن ستريس ايكوال 23 كيلو باسكال. المطلوب ان احنا نجيب الاو سي ار ده اللي هو الاوفر كونسوليديشن ريشيو، دي ريشيو ما بين السيجما سي الاوفر كونسوليديشن بريشر على السيجما نود اللي هي الاوفر بيردن ستريسز بتاعه السويل او الستريسز اللي جايه نتيجه وزن السويل نفسها، تمام. فاوريدي احنا مطلعين السيجما سي لسه دلوقتي 47، تمام، والسيجما نود هو مديهالي 23، فهقسم الاثنين دول على بعض هطلع الريشيو 2. وبعدين بيسالني بقى سؤال، هل السويل دي نورمالي اور اوفر كونسوليديتد؟ برضو اخدته في الليكتشر ان انا في عندي السويل الكلاي انواع، في نورمالي كونسوليديتد كلاي وفي اوفر كونسوليديتد كلاي. لو كانت السويل السيجما سي بتاعتها اكبر من السيجما نود، تمام، فدي انا بعتبرها اوفر كونسوليديتد كلاي، ودي الحاله اللي هي عندنا هنا ايه في المساله، تمام كده. ولو العكس يعني لو السيجما نود اكبر من السيجما سي يبقى السويل لسه ايه، لسه هيحصل لها كونسوليديشن تاني، عشان كده بنسميها نورمالي كونسوليديتد كلاي، تمام. طيب احنا كده خلصنا التوتوريال ده، هو توتوريال صغير، وخلصنا كده يعتبر اول جزء في الكونسوليديشن. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي لما دكتور ابراهيم يشرح لكم المحاضره هشرح لكم بقى التوتوريال اللي بعده اللي هو بقيه الكونسوليديشن. لو حد عنده اسئله بقى احنا معاكم على الجروب، وربنا يوفقكم ان شاء الله. شكرا.